اسمي مرام، تخرجت جديد من الثانوية، عمري 18 سنة. من وأنا صغيرة بتطرق للسياسة وبفكر فكر سياسي. أهم إنجاز كان بحياتي إنه السنة هاي أول مرة بكون باللجنة المركزية للشباب الشيوعية. ومن نقطة البداية إنه بلشت أناضل بالسحر النضال هيك قبل 8 سنين بالضبط. كان في عنا طب هريسة بالميربيسات بالدار، فمن هاي النقطة عرفت شو قضية المواطن العربي بإسرائيل الداخل، إنه شو إحنا من ناضل. من هون بلشت أشتغل، طموحاتي أكون عضو كنيسة أكيد، وعم بشتغل على هذا الإشي إنه في عندي طموحات وعندي طريق وكذبة كل إشي بدي أعمله. وصح في دعم من سيدي وعيلتي وشبيبة، أول مرة عرفت عن حالي كفكر سياسي صاروا يضحكوا علي، أنت إيش بتعمل أصلاً؟ صف 12 صاروا عن جد يفهموني، يقولوا لي آه أنت معك حق بشيء، وصار في أكثر توعية. يعني ولا واحد بيريد مستقبل بشع، يعني كله حروبات كله قتل. مش لازم دايما ينزلونا اليهود، يعني إنه أنت عربي مصريخ، أنت عربي هيك. فلازم نغير حالنا إنه إحنا العرب بيطلع منا إشي. الشباب والصبايا وين ما كنتوا بلشوا اطلعوا فكركم انه في اشياء هون لازم نغيرها بالمجتمع العربي وهون بالدولة.